النهارده هيبقى يوم يعني زي ما بتقال هتبقى طبعا تغطيه من كافه انحاء العالم على احتفاليه الكره الذهبيه او البالون دور يعني طبعا. ويمكن دي الجائزه الاكثر مصداقيه من الفيفا كمان ممكن لو صح التعبير. وتابعت انا كده برضو يعني شويه كواليس حاصله اللي داير دلوقتي في فرنسا تحديدا لو انت نزلت سالت يعني في الشارع الفرنسي هتلاقي ان البعض مش بيميل بقى ان اللي هيفوز فيها على فكره ميسي كما يقال في دول اخرى يعني حسب الدوله فاهم بس في فرنسا تحديدا مش بيشوفوا ردود الافعال مش بيشوفوا ابدا ان ميسي هو المرشح الاكبر بالعكس بيقولوا عن بنزيما باي ذا واي يعني بنزيما ممكن يكون هو المرشح الاكثر حظا في الفوز بالكره الذهبيه. طب سؤال برضو صلاح وضعه ايه؟ قال لك صلاح له يعني برضو حظ ولكن ربما ليس الافضل يعني يستحقها ولكن ليس الافضل. وليه ده راجع؟ ده راجع برضو لاسباب كتيره السبب منها برضو واحد الاسباب يعني هو بيقول لك ان الانديه الانجليزيه اصلا يا كريم مش بتبقى مهتمه قوي بالجائزه دي او مش بتدي الدعم او الباور قوي لهذه الجائزه يعني فالاكثر منها النوادي الاسبانيه بتبقى داعمه جدا للفوز بهذه الجائزه. على كل حال يعني ساعات قليله بتفصلنا وهنعرف بالظبط لكن صحيح. احنا اكيد اكيد كلنا بنتبنى ان صلاح هو اللي يحصل عليها. معظم الكلام وتكهنات ويقال كمان والله اعلم التسريبات بتؤكد على استمراريه هيمنه ميسي على حصوله على هذه الجائزه بس طبعا يعني ادينا هنشوف يعني صحيح. في اسامي اكيد يعني مطروحه ولكن اختلفت الى حد ما وزي ما بنقول يا خبر ايه ايوه بفلوس كمان كام ساعه.